النهاردة مشاركة خاصة كده وصغيرة باسم يسوع. فاكرين بطرس؟ فاكرين بطرس؟ يوحنا 21 مشاركة. كلكم عارفين اجتماع ده اجتماع يعني مواش العظات المعتادة، مواش الاجتماع العام، ده اجتماع سلسلة معينة بطريقة معينة بدراسة معينة، ف بيحمل رسالة لكن احنا ما زلنا في هذه السلسلة بتاعت جيل أزمنة أخيرة. دي مقدمة كده يعني لغاية لما يخش يعني يوحنا 21. كلكم عارفين لما رب قال لسمعان أتحبني 3 مرات، ورب يرد عليه ويقول له، بطرس يرد عليه أنت تعلم إني أحبك. عدد 18 الآية اللي وراها طوالي بعد كده، الحق أقول، الحق أقول لك، لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء، متى شخت فإنك تمد يديك وآخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء. أنا باخد المعنى الصغير من هذه الآية بس. بطرس معنى الكلام اللي قاله الرب يسوع أنه بطرس قبل ما يأتي هذا الآخر، متى شئت انك تمد يديك واخر يمنطق. قبل ما ياتي هذا الاخر بطرس كان بيتحرك بدماغه كما تشاء، مكتوب كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء. وكلكم عارفين حاله بطرس قبل ما يمنطق بهذا الاخر، كان بيلخبط الدنيا، كان بيعمل حاجات غلط، كان بيحب يسوع قوي، كان بيتحرك بتبعيه، وكان بيتحرك بانفعال، وكان بيتحرك بإحساس بنفسه شوية زيادة، وكان بيتحرك بحبة حاجات كتيرة يعني. بس كلكم عارفين أنه بطرس قبل القصة دي كان بيتلخبط كتير وكان بيصارع كتير، لدرجة أنه أنكر، لأن دي القصة ما بعد الإنكار وبعد توبة بطرس لما قاله بتحبني يا بطرس، بحبك، بتحبني يا بطرس 3 مرات. فهو كان ماشي بمنطق ذاته، كان بيلخبط الدنيا، وكان هو بيصارع وكان بيتصارع وكان بيقع وكان بيقوم وكان بيخدم وكان بيحب وكان بيتكبر وكان بيقارن نفسه بالآخرين وكل حاجة، إلى أن جاء آخر، يأتي آخر ويمنطقه. كلكم عارفين رب يسوع كان يتكلم عن الرب الروح القدس، معذي آخر يأتي يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء. يعني الروح القدس يقوم واخدك ويقود حياتك بطريقة مختلفة. بنركز قوي أو يعني يمكن في ذهنك حيث لا تشاء، دي يعني القصة مش بيقارن ما بين تشاء ولا تشاء، القصة بيقارن ما بين لما أنت بتختار بتصارع وبتتلخبط وبتلخبط الدنيا وبتنكر، لما هو بيحملك بيبقى فيه سلاسة مختلفة. رب يسوع قال كده، احملوا نيري عليكم فتجدوا إيه؟ راحة لنفوسكم. فالقصة بتختلف لما يأتي الآخر ده ويحمل، في سلاسة بتحصل، في كل حاجة بتبقى مظبوطة على الترددات الإلهية، فبتحصل سلاسة حتى لو في تكلفة في الخدمة. يعني التكملة طبعا كان هذا مشيرا إلى التكلفة اللي واحد بطرس هتدفعها في هذه الخدمة، حتى لو في تكلفة لكن أنت لا تشعر بهذه التكلفة لأن في آخر بيحملك. فالمقارنة بين أنت لما بتشاء الدنيا بتتلخبط، لما هو بيشاء بتجد راحة وبتجد قدرة. أوكي، موافقين معي؟ فمجرد أن حياتنا بتسلم للرب الروح القدس، في إمكانية للمسير السلس، تجد راحة لنفوسكم. فاكرين الآيات دي؟ لما تجدوا راحة لنفوسكم، في حاجة أمر مختلف تماما. كان بيتكلم كده، احملوا نيري. الأول قال، فاكرين قالوا إيه؟ تعالوا إلي جميع المتعبين، في نفس الشاهد، فقيل احملوا أنا إيه؟ أرحكم. دي أول راحة، تعالوا إلي فقيل احمل وأنا أرحكم.
احملوا نيري فتجدوا راحة. دي تاني راحة. أول راحة هي راحة إن أنا بفرغ اللي عليا. ولما بيجي قدام الرب في بعد اللي على كتافي، تعالوا إلي جميع المتعبين أنا أريح. بس دي مستوى الراحة اللي هو اللي على كتافي بيتحط على كتافه. بس في مستوى راحة تاني أو أقوى، احملوا نيري عليكم فتجدوا راحة. ده المستوى التاني. الراحة دي مش راحة إنه اللي على كتافي تشال، لكن راحة إن بقى في معنى، في سلاسة، في قيمة، في تظبيط للصوت، والحياة في حياتي بقت سلسة لأن في آخر بيحملني إلى حيث هو يشاء. أمين. أخش على الجد. أنا كده خلصت المقدمة، أقصر مقدمة عملتها الوقت اللي فات. عارفين ان القاعه دي مليانه صوت، مش صوتي انا في الميكروفون. عارفين ان في كلام كتير ماشي في القاعه دي. كل قنوات الراديو موجوده في القاعه دي، كل قنوات الراديو موجوده في القاعه دي. ولو انت ظبطت الراديو على اي قناه هتسمع صوت، صح؟ ده مثال يعني. وبالتالي في ترددات صوت شغالة في الجو حتى وانت مش سامع في ودنك دي، بس في صوت ماشي. اوكي. مع الايام ما بتعدي، الصوت اللي مش مسموع ما بيسمعش في الوعي، بس بيسمع في الباطن، بيسمع في الجسد، بيسمع في النفسية. الأصوات دي اللي شغالة بتبتدي تزداد تأثيرها، والإنسان حيبتدي يستقبل ترددات مش مسموعة في الودان دي، بس حيستقبلها جواه في الزمن اللي جاي، وحيتصور إنه هي دي الحقيقة، هو ده الواقع. في قنوات كتيرة هتبتدي تخرج، قنوات مش قنوات تلفزيون ولا راديو، بس قنوات صوت هتبتدي تخرج في العالم في الزمن اللي جاي عشان تستقبل جوه نفسيات البشر بصوت مضاد للرب، صوت مضاد للنعمة، صوت مضاد للروح القدس، وبالأهم صوت مضاد لتقدم ولاد الرب في الملكوت. وتجد ناس مش فاهمة هي ليه مش قادرة تخترق، أو ناس هي مش فاهمة هي ليه مش، برغم أنه ما فيش حاجة محددة في حياتها، لكن هي مش واقفة في الدعوة، مش في صوت خارج. والصوت ده بيستقبل زي ما تجيب جهاز كده هو وتقوم مظبط. ممكن تجيب صوت العرب، ممكن تجيب أم كلثوم، ممكن تجيب إذاعة القرآن، وممكن تجيب حاجة تانية خالص. وكل الأصوات دي ماشية حواليك، الأصوات دي موجودة في القاعة دلوقتي، بس في 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 زبزبة تانية هتبتدي تزداد في الأرض. حواليك في الكتاب المقدس يعني حبيبي تزداد في الأرض، مش مسموعة من هنا لكن مسموعة في عالم الروح، وبتأثر على إرسالك واستقبالك أنت. فتجد أن في حاجة بتترمي عليك وأنت مش مدركها في بعض أحيان، فتجد أنه في حاجة كسرة ملاش لازمة، اختراقة مش حصلة ملاش لازمة، أو فهم الحاجات كتير. كنت بحكي الأربع اللي فات عن هذا البعد كده، كنت بحكي في اجتماع من اجتماعات في الوقت اللي فات عن هذا البعد، انه تكون شايف وعارف وفاهم ومش بتعمل ولا حاجة. كان الاربع، كان اوكي، في 8 اجتماعات ما بين الاربع والنهاردة. فتبقى عارف، فاهم، شايف، مدرك، مميز، كل حاجة متزبطة قلصتة، ما عدا انك تعمل حاجة.
ليه؟ لأن في موجة حصلة موقفة خطوة الأكشن، خطوة الفعل في حياتك، موقفة الصوت بتاعك. الصوت اللي خارج ده بيتكسر بصوت تاني، بيتكسر بصوت تاني. وأنا مشغول النهاردة بالصوت اللي خارج وبيزداد تردداته في الزمن ده. خليني أفتح قصة كلكم عارفينها، ابتدي بيها كده في سفر العدد. يعني فاكرين يسوع، بسألكم السؤال ده يمكن كذا مرة، فاكرين يسوع قدام قبر العازر؟ مكتوب كده أنه صرخ بصوت عظيم وقال لعازر هلم خارج. يعني بسأل السؤال ده دايما، يعني لو كان يسوع همس كان العازر قام ولا ما قامش؟ وما عنديش فكرة، ما فيش إجابة. يمكن ما كانش قام، مش لأنه همسة يسوع أضعف من صوته العالي، لكن لأن يسوع عن قصد صرخ بصوت عظيم. يسوع ما كانش بيصرخ بصوت عظيم في كل المواقف، لكن عن قصد يسوع صرخ بصوت عظيم لعازر. فأكيد يسوع ما كانش بيكلم لعازر، كلكم عارفين الكلام ده. يسوع ما كانش بيكلم لعازر، يسوع كان واقف أمام أبواب دهرية، يسوع كان واقف أمام عالم الروح وكان بيتكلم. ففي حاجة في الصوت لها سلطان لتأثير على غير، مش للمستمع، مش في عالم الودان الطبيعية. مش لعازر كان في القبر وبعد كده سمع عشان يسوع زعق، مش لعازر اللي سمع فخرج، عالم الروح اللي سمع فلعازر خرج. فمش ودان لعازر ترتقت مين بينادي علي. يسوع ما كانش بيكلم لعازر، وبالتالي في صوت بيتحرك في عالم الروح مش للودان الطبيعية، بيستقبل في عالم الروح ولو تأثير. سفر العدد كلكم عارفين لما بلاق وبلعام، بلاق ندى بلعام عشان يلعن. هو كان الشعب حيسمع صوت اللعنة؟ ما كانش هيسمع صوت اللعنة. ده أخده فوق جبل وقال له العن، مجرد كان في صوت هيخرج. هذا الصوت خارج من جبال تحيط بالشعب اللي كان بيسير في البرية في الوقت ده، وكان في صوت هيخرج من بلعام المفروض، وهذا الصوت كان مفروض يعمل حاجة في أجواء، في أجواء هذا الشعب تلعنه. انتوا عارفين ان بلعام اتعاقب؟ عارفين ان في حاجه اسمها خطيه بلعام في العهد الجديد؟ يهوذا بيتكلم عليها، سفر يهوذا، ارساله يهوذا في العهد الجديد بيتكلم عن خطيه بلعام واجره بلعام. ليه؟ لان بلعام عمل حاجه بعد ما بارك غصب عنه لما ربنا باركه. بلعام عمل حاجه تانيه هقول لك عليها حاجه. سفر عدد صح 23 عدد 8، كلكم عارفين الرب حول لعنة بلعام. كيف ألعن من لم يلعنه الله؟ كيف أشتم من لم يشتمه الرب؟ حنط الآيات المشهورة، عدد 18، فنطق بمثاله وقال: قم يا بلاق واسمع، اصغي إلي يا ابن الصفور. ليس الله إنسان فيكذب ولا ابن إنسان فيندم، هل يقول ولا يفعل، يتكلم ولا يفي؟ قد أمرت أن أبارك فإنه قد بارك فلا أرده. لم يبصر إثما في يعقوب ولا رأى تعبا في إسرائيل، الرب إله معه وهتاف ملك فيه. الله أخرجه من مصر، له مثل سرعة الرئم، ليس عيافة على يعقوب ولا عرافة على إسرائيل. فالعيافة والعرافة هو الصوت، وتحمل أبعاد صوت الهمس أو الصوت الغير مسموع في الودن. أحد معاني العيافة والعرافة هو الصوت الغير مسموع في الأذن، بس الصوت بيتردد في زبزبة مش مسموع على الودان، بتعمل عيافة وعرافة. في الوقت يقال عن يعقوب وعن إسرائيل ما فعل الله، وذا الشعب يقوم كأنثى الأسد، يرتفع كأسد، لا ينام حتى يأكل فريسة ويشرب دم قتلة.
قال بلاق لبلعام لا تلعنه لعنة بس إيه؟ لا تباركه بركة. يعني مش عايز تلعنه ما تباركوش. وكلكم عارفين القصة. أنا بحكي قصة مبدئيا يعني معروفة. فكان قصد بلاق أنه مش عايز تنطق بعيافة وعرافة، مش عايز تنطق بهمسات عاملة تردد كده تلخبط هذا الشعب، على الأقل ما تنطقش. بالعكس هتفهمها، على الأقل ما تنطقش بالبركة. يعني مش عايز تنطق عيافة وعرافة، على الأقل ما تنطقش بالبركة، لأن كل حاجة بتتنطق لها تأثير. كلكم عارفين في الآخر كان في أجرة لبلعام، لأن كان بلعام وراء الفلوس مش وراء أنه يبارك ولا أي حاجة. بلعام كان وراء الفلوس. فهمس لبلاق القصة كلها تحصل إزاي، إن لو الشعب ده وقع في الخطية وساب نفسه. تقرأ كده في ده عهد قديم، تقرأ كده في إصحاح 25 أنه وقع الشعب في الخطية، وكانت دي قصة بلعام. ببساطة في صوت بيخرج، وهذا الصوت اللي بيخرج مش بتكلم على انك هتسمعه في ودانك، لكن بتكلم على قوة او صوت بيخرج في الازمنة الاخيرة. واحنا بنتكلم عن سلسلة جيل الازمنة الاخيرة، بيستقبل في نفسية وفي العقل الباطن في النوم. في بعض احيان تصحى من النوم حاسس انه في حاجة، او مش حاسس ان في حاجة بس مش حاسس بولا حاجة، حاسس انك في تلاجة. كنت نايم واخد خلوتك فرحان مبسوط حاضر اجتماع امبارح، تصحى من النوم تحس ان في تلاجة. اتاري كان في صوت بتردد بالليل، وكان كلام بلاق لبلعام من فضلك ما تقولش كلام بركة، يعني على الاقل اختل على العيافة والعرافة او اسكت. اطلع معايا لدانيال، سفر دانيال. هقول لك انا هاخدك لحته مهمه في الملكوت حتى لو البدايه خضك. دانيال 7 بيتكلم عن الازمنه الاخيره. دانيال من اصحاح 7 لاصحاح 12 هو الاصحاحات اللي فيها نبوات رؤى احلام دانيال والسبع اسابيع الاخيره والقصص بتاعه دانيال والازمنه الاخيره. انا مش داخل فيها انا، او مش ده اللي هتكلم عليه دلوقتي. انا هتكلم على حاجه بسيطه او معنى بسيط بيتكلم عن الزمن الاخير اللي فيه روح ضد المسيح بيتحرك بقوه. روح ضد المسيح مش لسه هيجي، روح ضد المسيح موجود في العالم من زمان. رسول يوحنا في رساله يوحنا الاولى قال لنا روح ضد المسيح موجود في العالم لغايه لما ياتي ضد المسيح كشخص او كقوه او كحاجه. عدد 25 دانيال 7 25 يتكلم بكلام. الروح ضد المسيح تسمع انه هيبقى ليه سلطان، تسمع انه مش عارف ايه، هيعمل حاجات ليها منظرها آت وعجائب، بس هي مش آت وعجائب عشان يعبد هو. بس القصه كلها بتبتدي بكده، يتكلم بكلام ضد العلي. هيطلع فريكوينسي، هيطلع. طب تقولي روح ضد المسيح فين النهارده؟ اقول لك هو شغال، هو عمال بيتكلم كلام. في بعض احيان انت ما بتسمعوش، سوري، انت ما بتسمعوش في ودانك الطبيعيه. في بعض احيان انت ما بتستقبلوش جواك، في بعض احيان بتستقبله جواك. مع الزمن ما بيعدي، لانه كل الوقت ما بيزداد تاثير روح ضد المسيح، مع الزمن ما بيعدي بتبتدي حتى المؤمنين الموجة بتاعتهم تستقبل، أو الصوت اللي خارج من ضد المسيح ضد العلي يبتدي يستقبل في المؤمنين. فبتدي يستقبلوا أفكار أو مشاعر سلبية، أفكار عدم تشجيع، أفكار فيها ربنا فين في الحتة دي، طب فين، طب ده أنا اختبرت، طب وبعدين. حتى لو أنت بتختبرش ده دلوقتي أنا بعدك ليه قبل ما يحصل. ولو انت بتختبر ده تشجع، اعرف انه اللي انت بتمر ده مش حاجه غريبه، انك تبتدي تختبر لخبطه في سلاسه العلاقه مع بالروح القدس، كانك فجاه ما حد شال الفيشه. كل ده حاجات ليها استقبالات، مش جمل منطقيه بس ضد العلي، هو ضد المسحه،
هو ضد ان المسحه موجوده على حياتك. فجاه تشعر البعض يشعر انه كانه مفيش مسحه على حياته برغم انه من اسبوعين كان زي الفل، بس القصه تحصل كان مفيش مسحه، كان في هجمه في الحته دي. انا مش مشغول اشرح القصه، انا مشغول احكي على العلاج اللي هيتقال بعد دقايق وهنصلي مشاركه بسيطه جدا. فيتكلم بكلام ضد العلي، فهو ضد النعمه، ضد المسحه، ضد الدعوه اللي على حياتك، ضد صلاح الرب ليك، ضد ان الرب فيك وانت ليه. يوسع المسافه ويخدعك ان في انفصال ما بينك وبين الرب، بتدور عليه مش لاقيه، فين اللي حاصل، كانه مش موجود ملموس حواليك، ودي كذبه. المسيح فيك رجاء المجد حتى وانت مش حاسس، بس تجد فجاه ناس عماله بتقول هو فين، مش حاسه، مش شايفه. حبيبي هو فيك حتى لو مش حاسه، بس دي ما تبقاش موجوده، مش 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 موجوده، مش هنا. ده ضد العلي، ده ضد المسيح، هكون بشاور لك حالا. فيبلي قديس العلي لان يحصل كده، لان هذا الصوت زي الراديو اللي في القاعه دي بس ما حدش مستقبله، بس هو متحرك، بس الصوت ده عشان يرشى في نفسيات واذهان زي العيافه والعرافه. قال له ما كانش الشعب هيسمع اللعنه، بس العيافه والعرافه هي همسات مش مسموعه في الودان دي، عشان تستقبل في الاجواء وتعمل حاجه غلط، تعمل انزعاج، تعمل لخبطه في العلاقات، تعمل حاجات كتير قوي. بس القصه هي ضد العلي، هي ضد الدعوه اللي على حياتك، ضد المسحه، انك انت تبقى ممسوح من الرب، المسحه على حياتك وعلى حياتك، ضد التشجيع، ضد حاجات كتيره كده لا علاقه بتكتميم الدعوه، ضد صلاح الرب. يتكلم بكلام ضد العلي، النتيجه يبلي يعمل ابلاء، يبلي قديس العلي. فلانه الصوت بيستقبل وما بعرفش اعمل معاه ايه، فيحصل ابلاء، يحصل انهاك، يحصل لخبطه. مش فما يوقفوش قديس العلي في المكان بتاعهم، ما يوقفوش من اجل فاكرين لما كنت بقول لما تعرف ابليس عايز يعمل ايه اعمل عكسه طوالي. فلانه مش واضح ولان الدنيا وتتلخبط يمكن ده انا، فما بتوقفش، فتحصل تغير في الاوقات والسنه. لأني وعدتكم مشاركة قصيرة، فاقلب معي لرسالة يوحنا الأولى. رسالة يوحنا الأولى صح 5 صح 4. أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح، يوحنا الأولى 4. أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح. طيب هو أنا بسمع الروح عشان أصدقها؟ لا تصدقوا كل روح. إذن في بعض أحيان ممكن تبقى واقف مع ناس وحتى لو مش خارج منهم كلام، بس في روح خارجة، والروح دي ترمي جواك أفكار، وأنت محتاج تمتحن الأفكار اللي خارجة من الروح. لو أنت متلخبط أقول لك جملة صغيرة، مش كل فكرة بتترمي على ذهنك، مش كل حس بتترمي على مشاعرك هو أنت، مش شرط يكون أنت خالص. فمحتاج تمتحن كل فكرة وكل حس عشان تمتحن كل روح، لأن روحك ممكن تبقى زي الراديو اللي يلف كده يجيب قناة، يلف كده يجيب قناة، يلف كده يجيب قناة. نفسيتك ممكن تبقى كده، بتستقبل قنوات، أفكار، أحاسيس، بس مش كل محطة تتسمع، مش كل محطة راديو لازم تتسمع. أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله. ليه؟ لأن أنبياء كذب كثيرين قد خرجوا إلى العالم، لأن الصوت اللي خارج في عالم الروح بيزداد مع الزمن. يسوع تنبأ أن في الأزمنة الأخيرة ناس كتيرة هتسمع الموجة اللي خارجة من ضد المسيح ويقولوها،
وبالتالي هيبقوا انبياء كذبة. تعال معايا، يعني لو انت معاك انجيل حط صباعك في الانجيل، معظمكم ماهوش انجيل فانا اللي هحط صباعي. يوحنا متى 24، متى 24 هو الاصحاح اللي يسوع اتكلم فيه عن الازمنه الاخيره، اتكلم عن اورشليم وبكى اتكلم عن الازمنه الاخيره. متى 24 يعني دي الخلفية، سوف تسمعون عدد 6 تسمعون حروب أخبار حروب، انظروا لا ترتاعوا، لابد أن تكون هذه كلها ليس المنتهى بعد، تقوم أم على أم، هذه كلها مبتدأ أوجاع. حينئذ عدد 9 ابتدي يتكلم، حينئذ يعثر كثيرون، عدد 10، عدد 11 ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين، ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين. فببساطة يسوع، خلينا نكمل، ولكن الذي يصبر المنتهى هذا يخلص، يكرز ببشارة الملكوت في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. ببساطة يسوع بيحكي في الأزمنة الأخيرة الموجة بتاعة الأنبياء الكذبة هتزداد. مش شرط الأنبياء الكذبة يعني النبي الكذاب، وكنت هلمس عليه على خفيف، من شرط الأنبياء كذبة عن النبي الكذاب. الأنبياء كذبة هو أشخاص بيستقبلوا الموجة بتاعة الراديو دي ومشغلينها ويعلوا الصوت، أوكي؟ فهم في بعض أحيان مش هم يعني أنا عايز أبقى نبي كذاب، نو. في بعض أحيان في ناس هتستقبل الصوت اللي خارج اللي مليان مخاوف، مليان أحزان، مليان عدم تكميل الدعوة، مليان. بصوا ازاي تميز، اوكي هكمل بعد، هقول لك ازاي تميز الصوت الكذاب. اقرا لك الايات، ايها الاحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الارواح هل هي من الله، لان انبياء كذبة كثيرون قد خرجوا الى العالم، بهذا تعرفون روح الله، كل روح يعترف بيسوع المسيح انه قد جاء في الجسد هو من الله. كل روح لا يعترف بيسوع المسيح انه قد جاء في الجسد ليس من الله، هذا هو روح ضد المسيح. ملحوظة، هو بيتكلم عن كذبة أنبياء كذبة ولا ضد المسيح؟ أوكي، ببساطة هما الاثنين تحالف مع بعض، عشان كده في سفر الرؤية الوحش والنبي الكذاب تحركوا مع بعض. أوكي، في سفر الرؤية تجد ده أنه الاثنين دول بيتحركوا مع بعض، بيحصل تقوية ده مع ده وده مع ده. ليه؟ لأنه قوة إبليس جاية من كذب إبليس. كذب إبليس هو القوة اللي من خلالها بيتسلط وبيخوف، ولو الناس وقعت تحت الخوف الوحش بيشتغل. الوحش ده ملوش سنان، الوحش والنبي الكذاب بيتحركوا مع بعض. ملحوظة 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 إن في سفر الرؤية قال لستة عن الناس اللي مش هتروح السماء، لست غريبة جدا، غريبة جدا، منها كلمتين غراب جدا، الكذابون والخائفون. يعني من كل لسة الخطايا، وعلى فكرة بالمناسبة في الأغلب دي المرة الوحيدة اللي قال الخائفون لا يدخلون ملكوت السماوات. عارفين الآية دي؟ عارفين الآية دي؟ أوكي. يعني في كذا، في ثلاث لسات في العهد الجديد عن الذين لا يدخلون ملكوت السماوات. لسة الوحيدة اللي فيها كلمة الخائفين هي في سفر الرؤية. أتاري أحد التحديات، عشان كده في نبوة كذاب، لأن النبي الكذاب مش هو القصة، مش إنه بيقف يقول أنا الله بس، ده ضد المسيح، ضد المسيح اللي بيقول أنا الله. النبي الكذاب بيقول لك إيه؟ بيقول لك نبوات تخوفك. نمرة واحد تخوفك، نمرة اتنين تحصرك في نفسك، نمرة ثلاثة توقف دعوتك. دول الثلاثة، بصوا بلاش أكلم كلام كبير، أرجع ببساطة، كل فكرة بتخوفك، كل فكرة بتحصرك في نفسك، كل فكرة بتوقف دعوتك هي نبي كذاب. ممكن نخلص الاجتماع بس في حاجة لازم، مفتاح لازم أقوله. كل فكرة، كل إحساس بيخوفك، كل فكرة أو إحساس بيحصرك في نفسك، كل فكرة
أو إحساس بتوقف دعوتك هي نبوة كاذبة. امتحنوا الأرواح، امتحنوا المحطة اللي بتستقبلها مشاعركم ونفسيتكم ونومكم، وأول ما تصحوا من النوم تفكروا في إيه. امتحنوا الحركة، ليه؟ لأن في صوت العرب شغال، وفي شرق الأوسط شغال، في كل الراديو شغال وانت نايم وانت صاحي، في موجة معدية في القاعة، انت محتاج ان الموجة ما تجيبش. امتحنوا الأرواح، ما تجيبش ان موجة الأنبياء الكذبة اللي هخرجوا، ما تجيبش موجة بلعام، لأن بلعام كان حيهمس، ما حدش كان حيسمعه، ده كان حيهمس بكلمات وكان هتأثر في الشعب. كل موجة بتسكب خوف، كل موجة بتسكب انحصار في النفس، كل موجة بتسكب عدم تتميم للدعوة هي نبوة كذابة. تقولي فين؟ أقولك آه، لأن القصة كلها إنه كل روح بيقولك إن المسح هو، عشان كده اسمه ضد المسيح، هو ضد المسح، هو ضد إن المسح تأتي في الجسد، ضد إن الدعوة تكمل في الكنيسة، ضد إن الكنيسة لها سلطان في الأرض. القصة كلها ضد المسيح، هيهاجم المسيح اللي في الكنيسة عشان ياخدها. ضد المسيح ما يقدرش يهاجم يسوع، ضد المسيح روح مخلوق. انتوا معايا؟ حد ادرك روح ضد المسيح مش واقف قدام المسيح ويتخانقوا مع بعض؟ صباح الخير. ده روح مخلوق، ده يؤمن ويرتعب في داخله. ماشي، يسوع حسب هذه الموقعة من 2000 سنة بالفعل. فروح ضد المسيح ما عندوش سلطان إلا على الكنيسة، أو يتصور ليه سلطان على الكنيسة أو على المؤمنين. وبالتالي القصة كلها عشان كده مربوطة بالكذب. عشان إيه؟ الكذبة مع التخويف، مع 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 أنه هو يقول أنا إله، مع السلطان بتاعه اللي جاي من كذب، إن المسحة مش موجودة في إن يسوع مش واحد، مش ملتصق بيك. انحصر في نفسك عشان تبقى كويس، وخاف خاف خاف لأن حاجات كتير ممكن تحصل، وكل ده يؤدي ما تتممش دعوتك. هتتمم دعوتك ازاي من غير المسحه؟ وانت ما فيش مسحه، المسحه انت ما استحقتش انك تاخدها، لانها مش نعمه، مش كل حاجه نعمه. وكل ده ضد المسيح، وكل ده الموجه اللي شغاله. وفي بعض احيان الناس بتردد وهي مش مستوعبه هي جايبه موجه ايه، فبتيجي تقول خلوا بالكم في الكل دلوقتي بيتنبأ. انا مش كلام على المؤمنين بس، سوري هعيد جملة من الأول. الكل دلوقتي بيجيب موجة وبيقول، تسمعوا عن الناس عمالة تقولك في زلازل جاية، تسمعوا عن الناس بيقولك مش عارف ايه هيحصل له ايه وهيموت مش عارف ايه قبل ايه ايه. كل دول مسمين نفسهم ايه؟ كل دول جايبين انهي موجة؟ كل دول بيجيبوا انهي راديو وبينطقوه؟ احد فاهم حاجة؟ انتوا مزاجكم بتسمعوش. ناس كتير عمالة بتقول تنبؤاتها، تنبؤات فلكية، تنبؤات فتحية، تنبؤات أي حاجة، بس هو كله ففي ناس، ومش شرط الناس تكون أشرار، هم مش مؤمنين أو منهم ناس مسيحية كمان، لكن الفكرة القصة إنه مش ناس أشرار، هم جابوا الموجة وزبطوا الموجة عليها وعلوا الصوت راديو. ليه؟ لأن في موجة شغالة من عدو الخير، ولما تسمع أخبار زي كده في بعض أحيان برضو حتى المؤمنين يبتدوا يطلعوا أصوات مش مظبوطة. لكن لما تسمع أخبار زي كده ما ينفعش تتعامل معها بحرية، ده خبر في الجورنال، ولا تسمع أن خادم قال مش عارف إيه إيه إيه، ما تتعاملش معها ببساطة. ده ترددات صوت ضد المسيح، ده ترددات صوت نبوة كذابة. في حاجة حقيقية اسمها نبوة كذابة، وببساطة أنا بقولك مواصفاتها. نمرة واحد خليك خايف، نمرة اتنين تحصرك في نفسك، نمرة تلاتة توقف دعوتك. مرة تاني، نمرة واحد تخوفك، نمرة اتنين تحصرك في نفسك، مش تحصرك في النعمة خالص، ملاش دعوة بالنعمة، ملاش دعوة لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب جنود، ملاش دعوة بأي حاجة من الحاجات دي. انت بتستحقش أصلا، أن المسيح ما ينفعش في الجسد، تنفصل، عامل انفصال ما بينك، مش هو فيا وانا فيه، مش هو بيحيط بيا، ده اذا فرشت في الهاويه بلاقيه هناك. دي ايات عكس خالص روح ضد المسيح. هذا هو روح ضد المسيح، لا سمعتم انه ياتي والان هو في العالم. ده فيوحنا بيقول من الوقت ده هو في العالم. انتم من الله ايها الاولاد وقد غلبتموهم، لان الذي فيكم اعظم من الذي في العالم. ف
فبص هو بيعالج القصة طوالي، فيقولك الذي فيك أعظم الذي في العالم. ده بيتحكي عن إيه؟ عن المسحة التي فيك. الذي فيكم أعظم من الذي في العالم، هم من عالم، من أجل ذلك يتكلمون من العالم، فالصوت شغال في العالم والعالم يسمع له. نحن من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن ليس من الله لا يسمع لنا. من هذا نعرف روح الحق وروح الضلال. أيها الأحباء، لنحب بعضنا بعض، وكأنه نقل الموضوع، بس هو ما نقلش الموضوع. هو دخل في المحبة ليه؟ هقول لكم دخل في المحبة ليه، عشان يوصل لآية عدد 17، بهذا تكملت المحبة فينا. هو دخل في المحبة، وما زال بيتكلم عن أنبياء الكذب، وما زال بيتكلم عن روح ضد المسيح. بهذا تكملت المحبة فينا أن يكون لنا ثقة. يوحنا الأولى 4، أنت رحت حتى صباح الخير، ده أرجع شريط. يوحنا الأولى 4، طيب على 17، بهذا تكملت المحبة فينا أن يكون لنا ثقة في يوم الدين، لأنه كما هو في هذا العالم هكذا نحن أيضا. هو عايز يوصل للحتة لك ثقة في يوم الدين، بهذا تكملت المحبة. ليه؟ لا خوف في المحبة، المحبة تطرح الخوف إلى الخارج، الخوف له عذاب، أما من خاف فلم يتكمل في المحبة. هو نقر من نبوة كذبة، روح ضد المسيح، للمحبة، لأن المحبة تطرح الخوف إلى الخارج، فلنا ثقة في يوم الدين. فاكرين الخائفون؟ فهو خابط في حاجتين، خابط في نمرة 1 اللي هو الخوف، نمرة 2 انحصارك في نفسك، فأنا ناقص في حاجة مش مظبوطة، شكاية، دينونة، حكي لك حالا دلوقتي، فأنا مفصول عن الرب، في حاجة حصلة غلط. ده عكسها، المحبة تطرح الخوف إلى خارج، لأنه إيه؟ لنا ثقة في يوم الدين. أنط معاك بسرعة، يوحنا برضو، بس يوحنا 16. أنتوا كويسين؟ مش كويسين؟ طيب، عدد 8، متى جاء ذاك؟ هو بيتكلم عن الرب الروح القدس، ده المسحة اللي تأتي في الجسد، ده النبوة الكذابة اللي تنسيك ده إنك هيكل الله، روح الله ساكن فيك، إن في مسحة على حياتك، إنك ابن للرب، إن في دعوة من الرب على حياتك، إنك تتمم دعوتك، دي نعمة، إنها بتنسكب عليك بالنعمة، وإنك تقف في المكان ده وتذكر نفسك بيه بصوت. أنا عايز أوصل له إن لازم صوتك يخرج في الوقت اللي أنت فيه، تشعر إنه مش عارف تعمل حاجة. ده الزمن لازم الصوت يخرج. يسوع صرخ بصوت عظيم. قطك بقولها كتير من زمان، بس النهارده بقولها لك بتركيز. قطك لازم تسمع صوتك، جدران قطك، اجواء قطك لازم يخرج منها صوت. ايه هدي مثال، ايه اللي بيخلي في اجتماع مثلا في كنترول في الجو؟ هو التسبيح، الصوت، هو الصوت اللي خارج لو في إيمان في الاجتماع. إيه اللي يخلي قطك كنترول، محكومة في سيادة إلهية؟ لازم يخرج الصوت. ومع الوقت، مع الوقت المواجهة تبقى مش بالضبط، مش بهول، مش بضخم، لكن زي مواجهة لعازر والأب، بتحتاج انك بصوت عظيم تعلن ايمان، بصوت عظيم في اوضتك تعلن انت مين في الرب، الرب مين ليك، بتحتاج انك تطلع صوت في اجواء البيت او الاوضه. ده مهم جدا في الزمن اللي جاي، لانه انهي قناه هتتسمع الصوت؟ ودانك ونفسيتك محتاجه تسمع صوتك انت بينطق، لان صوتك انت كابن الملك، كبنت الملك، ممكن، هو الوحيد اللي ممكن يلغي الصوت اللي انت بتسمعه، مش في ودانك الطبيعيه، بس في نفسيتك وفي مشاعرك وانت نايم وانت صاحي. ممكن تتأمل في القصة دي وتقول تأمل، فكرة جميلة، فكرة لذيذة، بس ممكن تبقى فكرة حياة أو موت بالنسبة للبعض هنا، إنك توقف حاجات بتترمي على نفسيتك وعلى مشاعرك من خلال الصوت بيخرج منك. يوحنا 16،
قال أنا خير لكم أن أنطلق، عدد 7، إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، إن ذهبت أرسله إليكم. متى جاء ذاك؟ خلي بالك، يبكت العالم. قصة التبكيت دي قصة مهمة جدا جدا جدا، لأن التبكيت هو الصوت اللي ما بتسمعش، اللي بتستقبله النفسية والضمير والمشاعر والأفكار. في صوت تبكيت، أوكي؟ بس الصوت ده ممكن يبقى من الروح القدس وممكن يبقى من إبليس. بصوا، الروح القدس بيبكت على إيه؟ على خطية. فتقوم حاطط إيدك فوق راسك، هيعمل لي لستة خطايا، يقول لي خطيتي إيه؟ ومع الأزمنة ومع التحديات ومع المواجهات ومع العالم هخبط على راسي كتير. لا، هو قال لك وحيبكت على أنهي خطية؟ يبكت على خطية وعلى بر وعلى دينونة. إذن الروح القدس هيبكت على 3، بس مش على يبكت على 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 الخطايا، لا، على خطية. إيه خطية؟ إيه؟ أنهم لا يؤمنون بي. الخطية اللي هو حيبكت عليها هو خطيتك مش مصدق. مرة تاني، الخطية اللي حيبكتك عليها الروح القدس هي خطيتك مش مصدق. لا، طب انا لازم حيبكتني مثلا على الكذب. وهو لو انت صدقت هتنتصر على الكذب، لو انت صدقت المسحه في الجسد، صدقت الدعوه هتنتصر على النجاسه، لو انت صدقت هتنتصر على الخوف، لو انت صدقت، لو انت ما صدقتش هتخاف، لكن لو انت صدقت مش هتخاف. فبيبكت على الخطيه اللي بتفتح كل خطايا تانية، انهم لا يؤمنون بي. اوكي، ثانيه واحده، هو بيكلم غير مؤمنين عشان يؤمنوا؟ ده بيكلم مؤمنين، بيقول هبعت لكم الروح القدس عشان يبكتكم على عدم الايمان. هتفهم حاجه؟ هو بيكلم مؤمنين، بيقول لهم هبعت لكم الروح القدس ده هيبكتكم يا مؤمنين عن عدم الايمان. اوكي، هو ايه عدم الايمان اللي في المؤمنين؟ وبالتالي ايمان المؤمن بيحطه في المكان بتاع الدعوه، بيحطه في المكان اللي هو متكل فيه تماما، بيحطه في مكان النعمه، لان الايمان هو بالنعمه. والخطيه اللي هيبكتك عليها الروح القدس انك مش مصدق. طب ايه الحاجه الثانيه هيبكتني عليها؟ على بر. ليه؟ اما على بر فلاني ذاهب الى ابي ولا ترونني ايضا. يعني ايه؟ يعني الذبيحه بقت كامله، يعني قد اكمل، يعني انا خلصت كل القصه، خلصت كل الفدا، وصعدت الى ابي وما رجعتش تاني. مفيش كماله، مفيش كماله، خلاص دي ذبيحه مره واحده. وبالتالي بيبكت على بر. يعني ايه؟ من سيفصلك عن محبه الله؟ انت الفدا كامل، مش محتاج حاجة تاني عشان تكمل الفدا. من يفصلك؟ والروح القدس يجي ويبكتك، لأن إبليس هيجي يقولك أنت مفصول، أنت بعيد، أنت مش حاسس، في حاجة غلط، مش عارف إيه. فالروح القدس يجي يقولك حبيبي صدق إن مفيش حاجة تفصلك. يبكت على خطية عدم الإيمان، ويبكت على بر لأن يسوع خلص كل حاجة. أنتوا ما موافقين؟ اوكي، اروح. متى جاء ذاك يبكت العالم على خطيه انهم لا يؤمنون، ويبكت العالم على بر لان يسوع اكمل وصعد الى ابي ولا نراه ثانيه، ويبكت على دينونه، مش ان احنا هندين، يبكت على دينونه لان رئيس هذا العالم قد ايه؟ دين دي ماضي ولا حاضر ولا مستقبل؟ صباح الخير. فالروح القدس بيتحرك في الثلاثة دول. روح ضد المسيح بيتحرك، خاف، انحصر في نفسك، ما تكملش الدعوة. روح القدس بيتحرك في الحتة دي، صدق، ما فيش حاجة تفصلك لأن يسوع تمم الفدا تماما. وإبليس قد تمت دينونته، قد دين. ليه؟ لأنه إبليس يعرف يهاجم كنيسة مش مدركة أنه قد تمت دينونته. إبليس يعرف يهاجم وما قدرش يهاجم الرب، هو بيهاجم الكنيسة بتاعت الرب عشان يقوم عامل كذبة، فيحسوا لا أنا على جنب، لا أنا مش حاسس، لا أنا أصلا عندي مشاكل كتيرة، لا أصلا مش عارف إيه. فيجي الروح القدس حبيبي صدق الموضوع خلص، وإبليس قد دين.
اقف في المكان واجري عليه الحكم المكتوب. مزمور 149 تنويهات الله في فمهم لنجري الحكم المكتوب. ابليس هيضرب ده. ممكن البعض يقول لي انا عارف ده بس مش مترتب بالطريقه دي، بس انا كنت عارفه يعني مفيش حاجه جديده بالنسبه لي. اقول لك وانا مش جاي اقول لك حاجه جديده النهارده، بس جاي اقول لك لازم تطلع صوت ضد الموجه اللي بتحصل من الراديو بتاع عدو الخير اللي انت مش سامعها في ودانك هنا، بس بتستقبلها على نفسيتك وبتؤدي في الاخر الى مشاعر مخلوطه، افكار مغلوطه، انك مفصول، ان في حاجه مش مظبوطه، انا مش عارف ايه، وانه وحارب ابليس ازاي. حبيبي يقف في المكان وطلع الصوت، لانه لما قال لعازر هلم خارجا ما كانش بيكلم لعازر، ولما بلعام حب يلعن ما كانش هيكلم الشعب في ودانه. ده اسمها ترددات صوت. يعني مش عايز اخش في تفسيرات او تأملات كلمة اصلها ايه العرافة والعيافة، لكن هي ترددات او زبزبات صوت مش مسموعة بتتسمع في عالم الروح. صوتك انت لما بيعلن انك ابن الرب، بنت الرب، بنت الملك، في دعوة على حياتك، من يفصلك عن المسيح، فيك رجاء المجد، كل الجمل انت عارفها كويس جدا، بس لازم تخرج، لازم حيطان قطك تسمعها، لازم إدراك الدعوة على حياتك يسمع ودانك تسمعه ونفسيتك تسمعه، لازم إدراك أنك تعلن تتميم الدعوة على حياتك، لأن الحاجات دي هي اللي هتتضرب. خوف، مشاكل، ظروف، مش عارف إيه هيحصل هيحصل هيحصل. نمرة اتنين، انحسر في نفسك أصل أنت مش كويس قوي وفي حاجات كتيرة، عشان كده ربنا مش هيقف معاك، عشان كده هتضرب والمؤمن متصاب. ونمرة ثلاثة، أصل الحرب تقيلة قوي. بالمناسبة الثلاث جمل دول جمل الحروب بتاعت الأزمنة الأخيرة بتاعت المؤمنين، ومن هنا يتخدعوا ومن هنا يبقى هو فوق. عشان كده في المقابل الروح القدس لما بيتحرك عكس الثلاثة دول. أنا خايف ويمكن حاجات تحصل وعندي مشاكل مش عارف إيه، والروح القدس يجي يبكتك يقول لك صدق يا مؤمن. ترجمتها صدق يا مصدق. صدق في يسوع، صدق. فآمن يا مؤمن. نمرة اثنين، ما تحسرش في نفسك. ليه؟ لأنه ما تقولش أصلا في حاجات مقصرة في المؤمن متصاب. لا يا حبيبي، اسمها أنه يسوع يبكت على بر لأنه ذهب إلى الآب ولا نرى ثانية. فدا كامل قد أكمل، ما فيش تكملة، ما فيش كمالة للفدا. فانت بتقف في المكان لانه ابليس يجي ويخدعك، اصله عشان انت مش كويس هيحصل حاجه، وعشان والمشاكل كتيره قوي فخاف. ونمره ثلاثه، الحرب تقيله قوي، ويبكت على دينونه، مش انك انت هتدان، اما على دينونه، لان رئيس هذا العالم قد دين. ولما تقف في المكان اللي اسمه انا مؤمن بكل الدعوه وكل المسحه وكل الحضور وبكل المحبه، نمره اثنين، انا مؤمن ان من يفصلني لان الفدا بقى كامل قد اكمل، نمره ثلاثة، انا مؤمن ان رئيس هذا العالم قد دين، فانا بقف في المكان اللي فيه باذر احكام، بقف قدام الهي، بستقبل محبه، نعمه، بتحرك بسلطان امور حياتك، بيتك، ظروفك، صحتك، اولادك، خدمتك، مستقبلك، كنيستك، كل ما تمتد ليدك. لان روح القدس مش نبي كذاب. فروح القدس بينطق على حياتك بيقولك صدق يا مؤمن، صدق ان الفدك كامل وان رئيس هذا العالم قد دي. فالمسح اللي حياتك، الدعوة لحياتك لازم ينطق بها، لان الموجة التانية بيقول مش هتتمم دعوتك، مش هتكمل بانتصار، مش هتكمل بفرح، مش والموجة دي تزداد مع الزمن. امين. ولاد الرب لازم ما يتشتتوش عن الموجة دي، الموجة اللي خارجة من بقهم بإيمان. في بعض أحيان هتحتاج أن صوتك فعلا يعلى في الأوضة، في بعض الأحيان هتحتاج أنك تعلن وتذكر نفسك كتير، في بعض الأحيان هتحتاج أنك تحط زي ما يكون تحط نفسك في المكان اللي فيه الموجة التانية ما بتستقبلهاش، فتحط نفسك في وضع، تحط نفسك في تسبيح، تحط نفسك في حالة روحية، في وضع جسدي وفي وضع روحي قدام الرب، علشان ما تستقبلش الهجمات دي اللي هي مش حقيقية، مش انت، مش ميراثك، ومش دعوتك. امين. تعالوا نغمض عينينا ونصلي.